حيوي قدره 2.2 مليار طن من الفوسفات الخام، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة على خارطة الفوسفات العالمية، ثروة منجمية هائلة دفعت الحكومة إلى الاستثمار فيها بإطلاق المشروع المتكامل لتحويل الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة شرق بئر العاتر بولاية تبسة كأكبر وأهم مشروع صناعي تطلقه الجزائر منذ عقد من الزمن. مشروع صناعي منجمي خصص له غلاف مالي قدره 6 مليار دولار على أن يدخل حيز الخدمة بحلول 2022، يشمل مواقع صناعية مقسمة على 4 ولايات شرق البلاد وهي تبسة، سوق هراس، سكيكدا وعنابة. إطلاق الجزائر لأكبر مصنع لإنتاج الفوسفات في أفريقيا جاء بالشراكة مع الصين من خلال توقيع اتفاق بين مجمعي سوناتراك وأسميدان منال من الجانب الجزائري ومجمعي سيتيك ووانكفو من الجانب الصيني. إنجاز المشروع بدأ بتجهيز الأرضيات وإقامة المنشآت اللازمة لرفع طاقات الإنتاج الحالية المقدرة ب 1.2 مليون طن، ابتداءً من المناجم المستغلة حالياً بجبل العنق بتبسة إلى 3 ملايين طن سنوياً في غضون 2020-2021. في انتظار استخراج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام لإنتاج حوالي 6 ملايين طن من الفوسفات التجاري سنوياً. مع بداية عمل المنجم الجديد بمنطقة بلاد الحدبة بتبسة، هذه الولاية الغنية بمناجم الحديد والفوسفات، جاءها المشروع كمتنفس حقيقي لإنعاش التنمية المحلية بالمنطقة وتحقيق أمال شبابها بفتح مناصب الشغل. هذا المنجم اللي راح يمكننا من الاستغلال لعشرات السنوات وربما تمتد إلى أكثر من 70 سنة حسب المعلومات الأولية اللي عندي، فلهذا الأهمية الأولى يدخل في إطار التنمية المستدامة ديفلوبمون ديورابل، وهذا الشيء مهم جدا. الحاجة الثانية يجعل بني الدينا بديل لعدة أنشطة، أولا في خدمات راح تطور في المنطقة، ثانيا الشغل الآن عندنا بديل متوفر، وفقط يبقى جانب التكوين اللي نأكدوا عليه جدا طبعا، وأنا متأكد من المشروع في جانب خاص بالتكوين ليد العمل المؤهلة. ثالثا انه كذلك يعني يخلي هذا الخط الحديدي، الخط السكه الحديديه ما بين بلعات وشمال الوطن، كذلك انه يكون فيه مردوديه اكثر وحركيه اقتصاديه اكثر ذهابا وايابا. تهيئه قطاع النقل وتجديد شبكه السكك الحديديه هي من بين الاجراءات المتخذه تزامنا مع انجاز المشروع المتكامل للفوسفات، حيث سيتم نقل الفوسفات المخصب من بلاد الحدبة إلى موقع واد كبريت بسوق هراس عن طريق السكك الحديدية الحديثة. ثم تأتي المرحلة الثانية لتحويل الفوسفات إلى أحماض في مجمع صناعي من المتوقع أن ينتج ما يقارب 5 مليون طن سنوياً من حمض الكبريت ومليون ونصف مليون طن سنوياً من حمض الفوسفوريك، لتستفيد بذلك ولاية سوق هراس من المزايا التي يوفرها المشروع، خاصة وأن القطب الجامعي للولاية من شأنه تدعيم المشروع بموارد بشرية مؤهلة. ننتظر منه يقضي على البطالة ويحقق لنا توفير مناصب شغل و يدير حركة رؤوس الأموال تتوفر إن شاء الله. وتأتي المرحلة الثالثة للمشروع بموقع حجر السود بسكيكدا، وهي المرحلة الأهم في العملية الصناعية، يتم من خلالها تحويل الغاز الطبيعي إلى أمونيا بإنتاج 1.1 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأسمدة والفوسفات والنيتروجين، لتتطلع ولاية سكيكدا من خلال مشروع الفوسفات إلى تعزيز نسيجها الصناعي وتنويع أنشطتها الاقتصادية.
هذا المشروع سيمكن بلادنا من التصدير وكذلك من استغلال هذه المواد، لأننا ولايتنا فلاحية والولايات المجاورة كلها فلاحية، ومشروع هو في عدة مصانع وسيكفي إن شاء الله كل ولايات الوطن من الأسمدة الصالحة للفلاحة. وتبقى حلقة التسويق الحلقة الأهم، فالمشروع يهدف أولاً إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية، ثم الانتقال نحو تصدير عبر ميناء عنابة، في ظل التموقع الاستراتيجي للولاية الذي يسمح لها بتطوير أي نشاط صناعي. استخراج قرابة 10 مليون طن سنوياً من الفوسفات مقابل 32 مليون طن في حال استغلال الإمكانيات المتاحة، من شأنه أن يضع الجزائر على خارطة الفوسفات العالمية إنتاجاً وتصديراً حسب تقديرات الخبراء. الجزائر قادرة على أن تنتج 32 مليون طن، يعني أكثر من المغاربة. المطلوب الآن هو أن نبحث عن شركات أخرى قادرة على أن تستغل مواقع التي اكتشفت في مجال الفوسفات، ويمكننا أن نصل إلى حدود 32 مليون طن. بدخوله حيز الاستغلال عام 2022، سيضمن مشروع الفوسفات المتكامل عائدات من العملة الصعبة تقارب 2 مليار دولار خارج المحروقات، ليكون خطوة عملاقة لبعض الصناعة المنجمية ووضع الجزائر على خارطة الفوسفات العالمية من جهة، ولتصبح هذه الثروة الباطنية ثاني مصدر لمداخيل البلاد بعد النفط والغاز من جهة أخرى.